مساء الخير عليكم مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال. معاكم في برنامج لأنك تستحقي ولأنك مميزة ولأنك جميلة ولأنك طبعا أقوى. عملنا لك برنامج لأنك تستحقي، وما إننا داخلين على عام جديد بإذن الله، فأحلى حاجة بناخدها منه إن بناخد هدية مميزة من حد مميز. والنهاردة معانا أستاذ محمود المصري. هو عامل حاجات مميزة تمام، وكلها هاند ميد، واكيد هتنفع اي حد داخل على سنه جديده تكون هديه. فاستاذ محمود نورتنا. اشكرك. استاذ محمود، عايزه اعرف يعني الشغل اللي حضرتك جبته لنا ده تحفه بجد، تسلم ايدك. وعايزك تعرفنا عن نفسك كده بشكل مبسط، انا بدايتك. شغال في مجال الفن التشكيلي، في تمام مجال الطرق على النحاس. تمام الطرق على النحاس فن من ابرز الفنون الشرقي، وهي حرفه بتعد من الفن الاسلامي. بدا اصدار الطرق على النحاس في العصر الفاطمي، وتم تطويره في عصر المملوكي ومحمد علي، كانوا بيجيبوا السلطان في حفل طب هو الصلاه. حضرتك ده كنت بدايتك ايه؟ يعني انت واخده موهبه ولا دراسه؟ انا نشات في ورشه فيها كبار الحرفيين والصناعيه في مجال النحاس، كان فيها طبعا اكتر من حرفه، واتميزنا في شغل الخان الخليلي والجماليه. الحمد لله بنعمل شكماليات، بنعمل صواني، بنعمل اطباق، بنعمل كل حاجه داخل فيها النحاس. طيب تمام، انت ازاي ابتديت؟ يعني انت كنت واخدها دراسة ولا انا نشأت زي ما قلت لحضرتك في ورشه في الجماليه، يعني ده كانوا ابا عن بيعملوا جد بقى؟ كان فيها يعتبر اخواتي الكبار شغالين في المجال الاسطوات بتوعي، علموني ازاي اعمل الشكمجيه، وازاي اعمل الخنجر، وازاي انقش الطبق، وازاي نعمل الصواني. معايا نوت صينيه معموله هاند ميد منقوشه، هي كانت قطع ساده، وابتدت ان هي بمجال الطرق على النحاس يتدق عليها لحد ما ظهرت بالشكل ده. تمام. وفي هنا برضو قطعه، ده طبق، ده طبق اجور بعد البلص بتاعه. القطعه ديت خدت مني 3 ايام في العمل بتاعها، وبعد كده اتركبت لها الرجول بتاعتها. وزي ما حضرتك شايفه، في عملنا خناجر والسبرتايه وشكمجيات كتير. تمام، وفعلا والله حاجات جميلة جدا، وبالذات اللي حضرتك عملتها لأنك تستحقي، تمام. جميلة جدا وتسلم ايدك بجد، ومعمولة بحرفة وإتقان. طب أنا دلوقتي لو أنا عايزة أنزل أشتري هدية تمام، تمام. وعايزاها تبقى مميزة، لأن أنت عارف الهدية بتبقى لازم تبقى حاجة مميزة بتعيش للزمن. فأنت بقى لما أجيلك تنصحني بإيه، أو أجمل بتنصح هدية الناس عندي بإزاي؟ وأكتر هدية عليها مبيعات، الشكمجية مقاس الوسط اللي هي اللي قدام حضرتك ديت. دي تمام، ديت بعملها وبكتب عليها الاسم. تاخد في قد ايه في ايدك؟ بتاخد حوالي يوم ونص في مجال الشغل بتاعنا. طب بص يا استاذ محمود، هي بتبقى نرجع. عملية وقوية جدا، اللي هي حضرتك ممكن تفتحيها ليها رزة، تمام وطبعا الدبوس والنحاس اللي فوق ده كله بيبقى متشال وبنركب عليها تمام ودي دي شيء جميل شكمجية جدا ممكن فعلا. تستخدميها كعلبة مجوهرات، كاكسسوار شخصي، كخزنة صغننة، كحصالة. لا طبعا أكتر من استخدام على حسب الرغبة. تمام. طب دلوقتي يا أستاذ محمود، أنا لو جيت يعني حاجة زي كده تاخد في إيدك قد إيه شغل؟ يعني كام يوم مثلا؟ زي ما قلت لحضرتك دي هتاخد حوالي من يوم ليوم ونص. يعني يوم بتتعمل ونص. بتتعمل شغل يدوي، وبتعدي باكتر من مرحله، مراحل النحاس، بتعدي على الكبريت والشطف والدق طب ومراحلها دلوقتي كتير. اللي يجي من يعني تنصح اللي يجي ياخد هدية من حضرتك تنصحه بإيه؟ يعني إيه النصايح؟ أنا لو جيت لحضرتك تنصحني بإيه؟ تقول والله دي بترجع على حسب الرغبه، ان احنا عندنا هنا هدايا كتير لأن واشكال أنا كتير شايفة زي حضرتك حضرتك. يعني شغلك كله تحفة صراحة، وشغل فنان فعلا، حاجة إبداعية. ربنا فأنا يقدرك. عايزة حضرتك تقولي أنت بتنصحهم بإيه؟ يعني أنا لو جيت آخد هدية من عند حضرتك تنصحني بإيه؟ هي دي بترجع للذوقية. حضرتك طبعا كل استخدامك الأشكال جميلة تمام، يعني عندي نوع موجودة. شكل المبخرة، وعندي الأطباق
ده طبق فاكهة جميل. شكل تاني تمام. ما للمبخرة هو اهو، تمام. وفي عندي خناجر والسبرتاية وعلبة المناديل، وفي اللي عندي جميلة الدرجة جدا، اللي علبة ديت تحفة، كل شغلك دي صراحة علبة يعني. مصحف طبعا، ان هدية جميلة جدا وبياعة. تمام، وباين معانا على الشاشة. تمام. طيب دلوقتي يا استاذ محمود، انا عارفه ان حضرتك عملت دي دي خصيصا هدية للبرنامج، البرنامج وأسرة خدت في البرنامج. ايديك قد ايه؟ انا شايفاها تحفه جدا يعني، عجباني جدا لانك تستحقي. خدت منك قد ايه وقت؟ القطعة ديت كانت جاهزة عندي، لكن أنا جهزت الوش لأنك تستحقي. أنا عملت الوش بس في قد ورتبته ايه؟ باستخدام، خد معايا حوالي 5 ساعات شغل. بعد مرحلة الدق أكسدت النحاس، وبعد ما اكسدت النحاس شطف طبعا وترشت ورنيش وتقفلت الدبوس وركبت. في وقت قد ايه؟ لا يعني تقريبا نص يوم. نص يوم. طيب دلوقتي انت بتنصح ايه الشباب اللي هم عندهم مواهب وعايزين يطوروها؟ حد عنده موهبة زي حضرتك كده، تشكيل او دق على النحاس او رسم، تنصحهم بايه؟ يبتدوا ازاي؟ هو طبعا كل فنان بيبقى من جواه حابب ان هو يعني يميز نفسه عن غيره. تمام. الحمد لله احنا في مجالنا حاولنا ان احنا نميز نفسينا، وعملنا دورات تدريبية الحمد لله وكرمنا اكتر من مرة، عملنا معارض محلية ومعارض دولية. شغلنا الحمد لله بنحاول ان احنا نعرف بيه الناس كلها، ونحاول ان احنا يعني بالبلدي كده نسيطه منتجات خان الخليل وشغل الجمالية، معروف عنه طبعا اللي هو شغل النحاس والأعمال التراثية. فكل حد هيعرف ان هو ازاي يوزع شغله وازاي يسوقه صح. انا قصدي ان هما يبتدوا منين يعني، تنصحهم بايه يبتدوا منين؟ يعني انا دلوقتي عندي موهبة وعايزة انميها، ابتدي منين؟ حاول تشوف دورة تدريبية، او حاول تشوف مجال تقفل فيه هو شغلك. في النحاس دورات تدريبية؟ احنا عملنا اكتر من دورة تدريبية الحمد لله، عملت دورة في الغرفة التجارية الحمد لله، عملت اكتر من دورة واتكرمت، وحاليا في دورة تدريبية في مجال بتنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية وزارة الثقافة في مركز الحرف في الفسطاط. برضو كانت دورة ناجحة جدا، وفي دورة تانية بتتنظم عشان خاطر تبدأ اليومين دول تحت رعاية وزارة الثقافة. وأنا الصراحة من مكان هنا أحب أوجه لهم شكر، ويا ريت دايما إن هم يبقوا مهتمين بتعليم الحرف، إن في حرف كتير ابتدت إن هي تندثر وابتدت إن هي تقل وتختفي من بوسط الحرف التانية. تمام. طب انت طموحاتك ايه يا استاذ محمود؟ يعني انا عايزه افهم يعني ايه دلوقتي، حضرتك حاولت تنمي شغلك ده ان انت تدخل بيه معارض او حاجه، بما ان المهنه دي بقت فعلا بقت والله مندثره او انا نادره شويه. طموحاتي ما لهاش حدود الحمد لله. بس هو المشكله مش في الطموحات، الجو اللي احنا فيه، احنا بتواجهنا مشكله الدعايه والتسويق، بتواجهني مشكله يعني الكورونا، الجو نايم غير ان الخامات غليت. فالموضوع معانا انت بيبقى نفسك في حاجات كتير، بس هي الفكره ان انت تقدر تعمل ايه، اكتر حاجه انت ممكن تميزك عن غيرك وتقدر تأديها هي ايه. يعني انا كنت بسافر شغل ليبيا، كنت بسافر شغل في كذا بلد بسبب الدربكه اللي حاصله، حالنا واقف والدنيا كلها واقفه. احنا شغالين في مصر دلوقتي في الوقت دوت، ومش انا لوحدي، ده كتير من الحرفيين وزمايلي كلهم شغالين في المجال ده، الجو نايم. فعلى الله نتامل من ربنا ان الدنيا الازمه ديت تعدي والدنيا ترجع زي ما كانت. طب ايه اكتر حاجه بتطلب منك يعني؟ انا شايفه كذا حاجه كذا صنف، ايه اكتر حاجه بتطلب منك يعني الايام دي، او اي زبون بيجي يطلبها منك؟ والله احنا شغالين اليومين دول داخلين على الكريسماس، فكنا مجهزين شغل للكريسماس دوت، هو مش متشطب، ده منظر لبابا نويل، وبالمناسبه دوت شكل ده شكل النحاس اللي احنا بنشتغل عليه، ده مرحلته، ده الدق لكن لسه ما اتشطبش، ده ناقص بينزل شطف وبيخش اكسده، والقطعه بتتفرد وبيتركب لها البرواز، نحددها بقى ان كانت هتبقى برواز او كانت هتركب على ايه. فده شغل السنه الجديده، وهو دوت اللي ماشي معانا اليومين دول مع شويه حاجات كده دوت تانيه. زي حاجات من دي ولا حاجات تانيه؟
في معانا الطقم السبرتية دوت، ده معايا بياع جدا، ده طقم جميل جدا شغالين فيه ومميز. وفي الكسترات الشاي ده برضو حاجة كويسة ومميزة، يعني في حاجات كتير الحمد لله شغالين فيها. تمام يا أستاذ محمود. دلوقتي عايزك بقى تحكي لي عنك أنت، يعني عن يعني باختصار كده، مين هو محمود المصري؟ محمود المصري شغال من هو صغير في مجال النحاس. يعني أنت حضرتك ما درستش خالص صح؟ نعم، كلها وراثة. كلها ما فيش دراسة. اتورثتها من حرفيين أكبر وإخواتي الأكبر والأستاذ بتوعي، يعني أنا أحب أوجه لهم شكر كبير إن هما كانوا ليهم فضل ان هم علموني حاجات كتير. طبعا مجال النحاس بحره غويط وبينقسم لاكتر من حرفه، يعني النحاس في منه حرفه النشر، في منه الطرق على النحاس والنقش على النحاس. و مش شايف ان انت دخلت تحدي شويه بالنسبه ان يعني بالنسبه لان الصناعه دي يعني سوقها اليومين دول مش رايج قوي او ابتدت تندثر شويه، مش شايف ان انت عملت يعني داخل تحدي في الموضوع ده بالنسبه لشاب في سن صغير وكده؟ ف هي كلها تحدي، احنا يعني احنا دايما يعني هي بتبقى لو ما عملناش كده هنعمل زي حرفيين زي الاول او ما بقتش مطلوبه زي الاول. ورش كتير فعلا في وسط اللي بيحصل دلوقتي قفلت، ناس كتيرة جدا قفلت واتجهت تحولت مسارها لحرف تانية وشغل تاني. فاحنا بنأمل من ربنا ان الجو يتحسن عن كده والدنيا تتظبط. طب حضرتك تحب تقول ايه؟ تحب يعني الرسالة اللي انت عايز توصلها، او تحب تقول ايه للشباب اللي عايزة تبتدي من جديد، تبدأ تعمل حاجة تطور من نفسها؟ يعني عرفهم كده، اديني خطوات، انت تحب تقول ايه؟ يبتدوا منين؟ يعملوا ايه؟ والله هو سؤال حضرتك كبير قوي عليا واخاف وانا بتكلم اقصر في الاجابه عليه، لكن احب من مكاني هنا اوضح ان انت من جواك حتى لو ما حابب تنجح هتعرف ان انت توصل، وربنا هيوفقك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. فصدقني كون على يقين ان انت ونعم بالله. انا قصدي ايه الخطوات اللي يبتديها؟ ما هو اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ايوه انت يبتدي منين؟ تمام. يعني يعمل ايه؟ هو مجاله ايه؟ بالنسبه للشغل الحرفي مجاله ان هو ينزل يحضر معانا دورات تدريبيه من اللي احنا بنعملها. حضرتك يعني بتعمل دورات تدريبيه؟ فين بالظبط؟ عملنا دورتين. يعني حضرتك عندك مدرسه تدريب وكده؟ لا حاليا دلوقتي بنجهز لدورات تدريبيه في مدينه نصر. اول دوره هتبدا الاسبوع اللي جاي، دي هتبقى في مجال النقش على النحاس. احنا معانا طبعا متدربين. طب تحب تشكر مين يا أستاذ محمود؟ أولا أحب أشكر أسرة البرنامج وحضرتك طبعا، ربنا يخليك، ووالدي ووالدتي ليهم الفضل عليا إن هم سندوني كتير في المجال مشواري، وإخواتي طبعا وكل الحرفيين زمايلي، بالأخص الأستاذ حسن الجرحي والأستاذ عزت أنور ومحمد العربي وهذا والفضل. الناس دي كلها الحمد لله سندتني وحاولوا ان هم كتير جدا يدعمونا. تمام، طب نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع فقرتنا التانية. بما اننا هنا برنامج لانك تستحقي، فبنتكلم عن ازاي تكملي جمالك، ومعانا استاذة نورهان. عاملة ايه؟ الحمد لله. نورهان موهبة فظيعة جدا وبدأت من الصفر، وانا عايزاك يا نورهان كده بشكل مبسط تعرفي نفسك للجمهور. انا اسمي نورهان عبد العزيز، خريجه اداب علم اجتماع، وبدات مشواري كهوايه، يعني خدتها كهوايه، كنت بحب شغل الاكسسوارات وكده، وبدات ان انا اعمل حاجات بسيطه وزمايلي بقى في الجامعه وكده كنت بوريهم،
بدأت الأول شغل اكسسوارات، بعدين بدأت بقى حاجة جديدة شغل خشب، وبنعمل شغل نشر على النحاس والفضة، شغل سلاسل وكده على النحاس والفضة وبس. كل مدى ما بنطور من شغلنا يعني. وانا اعرف ان مشروعك ناجح جدا يا نورهان. طب دلوقتي بالنسبه لاي شاب جديد عايز يعمل مشروع، تنصحيه بايه؟ يعني دلوقتي انت احكي لي الاول كده عن بداياتك، بدات ازاي؟ هو انا بدات بحاجات بسيطه بما جدا انك خريجه اداب مالهاش علاقه باي حاجه من اللي انا بشتغلها. انا بدات بحاجات بسيطه، كنت بنزل حاره اليهود اشتري خامات، حاجات بسيطه كده كنت بعملها. طب مين علمك؟ يعني اتعلمتيها والله ازاي؟ انا بدات كنت باخد دورات تدريبيه وحاجات كده، وبنزل ورش عمل وتعلمت الحاجات دي، وبدات اطور من نفسي بقى، اعمل تصاميم جديده واعمل حاجات جديده، وتعلمت شغل المسامير والخيوط ده برضو. بس انا شايفه شغلك تحفه ربنا وكله يبارك لك. معمول باتقان فظيع. طب ايه اللي خلاكي تمشي، يعني ان بما انك خريجه اداب، فايه اللي خلاكي تروحي لشغل الهاند ميد وبالذات الاكسسوار؟ والله هي هوايه مش اكتر يعني. انا اصلا بحب الرسم والحاجات اللي هي فيها فن يعني، هي هوايه مش ملهاش علاقه بالدراسه خالص. تمام. طب انت بداياتك ازاي؟ يعني انت بعد ما روحتي اتعلمتي سوقتي شغلك ازاي؟ كنا بننزل معارض تبع الأسر المنتجة، ومعارض تانية فيها مقابلات مادية يعني، بننزل بفلوس وكده، وبنعرض شغلنا برضو على النت عن طريق صفحاتنا وكده بس. لان انا عارفه ان انت صفحتك ليها متابعين كتير، فيا شغلك راج. ربنا طب يخليك. دلوقتي انا كواحده انا ما اعرفش اختار بين الاكسسوارات، يعني انا مش عارفه ايه كبنات احنا ايه اللي نلبسه الصبح، ايه اللي نلبسه بعد الظهر، ايه اللي نلبسه في المناسبات. يعني دلوقتي عرفي اي ست كده والله تختار على اي اساس. الحاجات اللي هي فيها الوان كتير دي بتتلبس يعني الصبح، والحاجات اللي فيها حاجات بتلمع وحاجات كده بتلبس، بتبقى سهرات يعني، حاجات بالليل، راحة فرح، راحة خروجة، راحة مناسبة، الحاجات اللي فيها حاجات بتلمع يعني، برونزات وحاجات كده بتبقى بالليل. لكن الحاجات الالوان اللي هي الربيعي والخريفي دي بتبقى الصبح، حاجات زي كده برضو، خروجات، جامعات، حاجات سيمبل يعني. اه تمام. طب ايه اكتر بقى شغل بيطلب منك؟ الكوليهات والسلاسل اللي هي الخرز دي، اه دي وبنعمل بتطلب اونلاين. انت عندك عندي صفحة كل اونلاين. شغلك اونلاين صح؟ او بنعمل برضو انسيالات خرز كده، دي مجموعة كلها بتلبس مع بعضها. طب كلميني بقى على اللوح. يعني انت دلوقتي خلصت الاكسسوارات، تمام. انت بس بتعملي كوليهات وسلاسل ولا لا حاجات انا تانية؟ بعمل حاجات تانية، بس انا حطاهم في معرض دائم فمعرفتش اجيب غير الشغل ده بس. طيب كلميني بقى على اللوح الخشب، انا شايفة شغل تحفة جدا اللوح الخشب بقى ده شغل وكرييتيف. عن راس السنة. بنبدأ بنجيب الخشب ونقطعه عند النجار، وبنظبطه على المقاس اللي احنا عايزينه، وبندهنه اللون اللي احنا عايزينه، وبنبدأ نشتغل عليه بقى مسامير وخيوط، بنشد الخيوط على اساس الرسمة اللي احنا عايزينها. ودي مطلوبة منك قوي يا نوران. هي مطلوبة في يعني مثلا أسبوع فرح، بنعمل التاريخ بتاع الأفراح وكتب الكتاب والحاجات دي، والأسبوع بقى بنكتب اسم المولود وبنحط صورة السونار جنبيه كده، وبنبقى حاجة جديدة يعني. وحاجة زي كده مثلا بتتحط جنب باب الشقة، بتعلق عليها المفاتيح، تمام. علقات مفاتيح. طب وايه اكتر حاجة من دول بتطلب منك؟ هو الاكسسوار هو اللي شغله ماشي قوي يعني، يعني لما بننزل معارض يعني الاكسسوار هو الرايج يعني، الرايد. اه تمام. طيب دلوقتي تنصحي، بما اننا احنا هنا في برنامج يعني يهم ستات الاسره بس ستات اكتر، عارفه لانك تستحقي ايوه. ولانك انت ايكون للنجاح ومشروعك نجح جدا، ربنا يخليك. تنصحي ايه اي ست ان هي عايزه تبتدي، بالذات لو هي عايزه تشتغل من البيت، يعني بتساعد في البيت تبني مستقبلها، تبتدي ازاي؟ والله هي تنزل تتفرج على فيديوهات كتير على اليوتيوب عن الحاجات دي، وتنزل بقى الاماكن اللي بيبيعوا فيها اللي هي حارة زي ايه؟ اليهود. حارة اليهود بيتباع فيها الخامات بتاعة الاكسسوارات كلها، من خرز بقى، من حاجات كوليهات، من سلاسل الكوليهات، كل الحاجة اللي هي عايزاها هي هتعرف بس الخامات اللي هي محتاجاها وتنزل تشتريها. طبعا احنا شغلنا حاجات بسيطة جدا يعني، ده شغل الاكسسوارات، بنسة وتنية بس. بس كده يعني بس انا لو حبيت اعملها سهله. هي بنسة وتنية ما فيهاش حاجة، وبعد كده زرت بقى الحاجات المدورة اللي بنشبك بيها الحاجات دي بس.
بنشكرك قوي يا استاذه نورهان، نورتينا. ربنا يخليك. واعزائي المشاهدين، بكده تبقى خلصت حلقتنا. ان شاء الله انتظرونا في الحلقه القادمه باذن الله. نورتونا.